هي التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المخلدة لتاريخنا المجيد وتخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد. فبمناسبة الذكرى 59 أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسم السيد رئيس الجمهورية على الحفل المنظم بالنادي الوطني للجيش بحضور رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول، إطارات سامية في الدولة إلى جانب إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وشخصيات وطنية وثلة من المجاهدين، حيث استمع الحضور في البداية إلى النشيد الوطني من آداء فرقة موسيقية للحرس الجمهوري. ثم تابع الحضور عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان الجزائر أرض الكرامة والكبرياء. ليختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية.